مستشعر الضغط المتحولات في الضغط ويرسل جهد إشارة دي سي متغيرا إلى مستشعرات الضغط إي سي إم التي تحتوي على ثلاث أسلاك. أول سلك يمد الجهد من إي سي إم إلى المستشعر لتوفير الطاقة لتشغيل المستشعر. يتم التحكم في جهد الإمداد هذا بدقة إلى 5 زائد أو ناقص 5 فولت. السلك الثاني هو سلك أرضي من إي سي إم إلى المستشعر الذي يوفر مرجعا للثقوب. السلك الثالث هو جهد إشارة من المستشعر إلى إي سي إم. يختلف جهد الإشارة هذا مع التغييرات في ضغط أي شيء يراقبه المستشعر. نطاق التشغيل للإشارة أكبر بقليل من 0.25 وأقل بقليل من 5 فولت. نطاق التشغيل النموذجي لجهد الإشارة هو 5 إلى 4.5 فولت. يحدد بي سي إم أيضا ما إذا كان المستشعر قصيرا أو مفتوحا من خلال مراقبة جهد الإشارة. إذا كان جهد الإشارة هو تماما مثل جهد الإمداد يعرف إي سي إم أن يكون المستشعر أو دائرة المستشعر مفتوحا. إذا كان الأمر يشير إلى هو صفر أو دائرة المستشعر بي إم لأنه إما دائرة قصيرة أو مفتوحة لهذه الدائرة في استكشاف أخطاء مستشعر الضغط كيف على المحرك.